هل استطاعت إسرائيل إن هي تختار توقيت لما الحرب تمتد تبتدي تضغط على أمريكا عشان تاخد منها اللي هي عايزاه، لأنها داخلة على الانتخابات؟ وطبعا اللوبي الصهيوني في أمريكا له دور جبار في التوجيه، بالذات الولايات اللي هي بيسموها المتأرجحة ديت، 5-6 ولايات دول. هل هي عملت كده؟ وده بقى يفتح الباب قدام رؤية أخرى لبعض المحللين، إن كل الحكاية دي متفق عليها علشان التوقيت إسرائيل اللي مختارة. فتقييم حضرتك. إحنا تاريخيا هناك لغة مصالح ما بين اللوب اليهودي وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أي. ومن ثم إسرائيل الآن من خلال اللوب اليهودي تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في دعم موقفها. أي. والوقوف أمام العالم ومصالحها وغير ذلك، في مقابل الدعم اللامحدود في العملية الانتخابية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن طبعا الشعوب الحرة والمنظمات الدولية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا هناك مظاهرات عديدة وهناك انتقادات موجهة إلى بايدن وإدارة بايدن في التعامل مع القضية الفلسطينية والدعم اللامحدود إلى إدارة بايدن. مش ناقصة يعني طبعا يعني طبعا على المحك، وبالتالي استغلال بقى ترامب لكل المواطن الضعف دي، رغم ان هو يعني لما كان ولو هيكون برضو نفس الحكايه في الموالاه لاسرائيل. طرح ترامب اصلا، طرح ترامب على المشهد يعني من الممكن ان يغير في السياسه الخارجيه للاداره الامريكيه، يعني حتى في وجود ترامب لم يحدث ما شاهدناه. ما كانش كل الفوضى دي. كان هناك تصريحات عنتريه، كان هناك كذا، الا انه لم يكن هناك فوضى في منطقه الشرق الاوسط. كمان في نقطه في غايه الاهميه، وهو ان الاداره الامريكيه دائما ما تقع في الابتزاز الاسرائيلي. احنا شفنا حضرتك حملات الطائرات، شفنا الغواصات النوويه وغير ذلك، جاءت تقف امام من؟ يعني تقف امام بؤره صغيره اسمها غزه ومجموعه من المقاتلين وغير ذلك. كان من دوله اولى بدل المجهود الكبير اللي اتعمل من الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها والمصاريف الجبارة اللي تم صرفها، كان من باب أولى ان احنا نوقف عجلة الحرب ونعمل حلول سياسية وتبادل للأسرى وغير ذلك.